السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ بخير، هاني صحيحه مزيان. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، واحوالكم طيبه. المهم غندير معكم واحد التحليه ونتمنى تقبلوا عليا يا ربي. تحليه بالفريز، هذا الفريز ها هو. المهم القياس اللي بغيتو نتوما، القياس اللي بغيتو نتوما تستعملوا، بغيتو كيلو بغيتو نص كيلو على حساب الافراد العائله. المهم راه غسلتو، نحيد لي غير هاد النبته ديالو. قطعو كامل هكايا، كتجي التحليه واعره زوينه كتجي. تبارك الله، الفرز هذا هو الوقت ديالو. قلت لك كيصاوب بيه هكا حتى الكوفيتير كيجي زوين واعر، كي الكوفيتير ديالو ساهل. حيت غير نطحنو ماشي ضروري نقطعو مقاد، ولا نطحنو مزيان في مالينكس مشوار. نتمنى الفيديو يعجبكم ولا الإعجاب ديالكم، متنساونيش من لايك. نتمنى التحلية تعجبكم. كيمدو جاي النهارات مع رمضان هذه، الحمد لله زوين. بعدا كي مادام ما كيجي الجوع ما كيجي عطش. نقطعو ونطحنو مزيان حتى كيولي بحال هذا، بحال العصير نيت، ما تزيدو فيه لا ما لا والو. تبقى تطحن تطحن مزيان تطحن. لكن هاد المرة لقينا رخيص شوية، دار 260، كان ناقص هدا كان داير 460 هكا 20 درهم. هدا ندير مكان قرب لي كاع لي معندوش،
هاني بعد ما طحنته في الكفته راه نكمل معكم واحد نصيطات الحليب نكمل معكم بلاتي. المهم غندير واحد هذا حتى دنا شطره الحليب ناخذ كاس جوج معالق ديال المايزينا جوج معالق يكون عامر مزيان غادي نديرو هنا درت عليهم السكر على حسب الذوق اللي بغا هكا السكر اصلا في هذاك الفلور يكون حلو. هذا التوت نفرض غادي يكون حلو هذا ديال القياس ديال السكر صافي جوج معالق ديال السكر هاي بعد ما خلطه مزيان ندير الحليب الداخل هاديك مسيطة الحليب نكمله نردو فوق البوطي طيب تيعقد شوي نرجع نكمل معاكم. دابا غادي نقطع شوية الفريز يكونو رقاقين هذا ديك طيب باسكو ما توقفوش على تحرق باش ما تحرقش ما تحرقش ليكم من تحت تتشد مع داك المايزان كتفد. المهم نسالي ونكمل معاكم. هنا صبغت الكيسان دابا طابت نخليهم دابا يبردو واحد شويه تا نتكلم ان شاء الله. فانا قطعت هادو وندير في واحد الطاسه صغيره ندير السكر
ندير عليه واحد جوج معالق ديال السنيده. ونعطي واحد شويه الحامض. هاشي الحامض شويه هذا شويه يدوب، وغادي نديرو فوق البطاطا بشوي غير ما عرفتش نلعبو، نخليو هكا يسخن غير هذاك فوق السيرو ديالو، سيرو نديرو فوق السيرو ديالو بشوي نديرو فوق البطاطا بشوية وغادي نحطو في الكيسان. هاو بعد ما تعتاب هاكا ولي بحال الكوفيتير، انتي ريحتو تبارك الله عاطي زينة ريحتو. نتمنى هاد التحليه تعجبكم، وما تنساونيش من لايك ودعم القناه ديالي وتبارطاجيوها. الله يعطيكم الخير وشكرا لكم وعشر مبروكه، وادخل لكم رمضان شباب تمنيتو ان شاء الله يا ربي، الى فيديو قادم ان شاء الله. يلا السلام عليكم وشكرا لكم بزاف.